السوداني هو مرشح تحالف إدارة الدولة، نعم فيريد العمل ويريد النهوض بواقع البلد. احنا لحد الآن للأمانة شفنا يعني خطابه وشفنا الجهد اللي ده يبذله، جهد جيد ويريد يعمل. فأعتقد من مصلحة السيد رئيس الوزراء أن تقرر الموازنة ويحاول مع الجانب الكردي ويحاول مع داخل تحالف الإطار التنسيقي والمتحالفين داخل تحالف إرادة الدولة أن يمضي به الأمور، ولكن نتمنى أن يتم المضي بمصلحة الشعب العراقي ومصلحة الناس ومصلحة الشهداء اللي راحوا نتيجة المظاهرات، نتيجة أن هاي الحكومة جت نتيجة أنه الشعب أراد التغيير وأراد الإصلاح. إحنا نريد التغيير نريد الإصلاح، لأنه للأمانة الأحزاب السياسية الحاكمة طيلة 20 سنة هي لحد هاي اللحظة ما قدمت شيء للشعب العراقي.